أمر عاجل من الرئيس السيسي والتنفيذ فورا بننشر التفاصيل. وإثيوبيا تنهار بسبب أبي أحمد وتوقف سد النهضة. وعاجل توقيف شخص طعن كاهنا في الإسكندرية ننشر التفاصيل الكاملة. وبيان عاجل من الداخلية وتحرك فوري بعد فيديو أثار جدلا واسعا في مصر. وفي مفاجأة كبرى، دول الخليج قد تضخ مبالغ ضخمة في مصر. وفي خبر عاجل، ارتفاع أسعار الدولار واليورو، بننشر التفاصيل لحضراتكم. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد، وقبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار، واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار الجديدة أول بأول. عاوزين نوصل ل 2000 أعجبني على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار عاوزين نغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتو قدها وطنيين. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا، وأمر عاجل من الرئيس السيسي والتنفيذ فورا. وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بالتصدي الحاسم لأي تعديات على أملاك الدولة. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ناقش خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة موقف حالات الاستيلاء على أراضي الدولة بمستندات مزورة. وعرض وزير العدل موقف حالات الاستيلاء على أراضي الدولة بمستندات مزورة ومواجهتها بالإجراءات القانونية. وقد وجه الرئيس في هذا السياق باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية للتصدي الحاسم لأي تعديات على أملاك الدولة. كما تم عرض مستجدات الموقف التنفيذي لرفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، حيث وجه الرئيس بتخصيص قطعة أرض في منطقة 6 أكتوبر لإنشاء مجمع محاكم يخدم أهالي المنطقة. مصدر معانا كان من صحيفة الأهرام، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وإثيوبيا تنهار بسبب أبي أحمد وتوقف سد النهضة. قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا في جامعة القاهرة إن هناك انخفاضا في مخزون سد النهضة وتوقف التوربين عن العمل وفقا لأحدث صور الأقمار الصناعية من إثيوبيا. أوضح الدكتور شراقي على صفحته على فيسبوك انخفاض مخزون سد النهضة بمقدار 1 مليار متر مكعب خلال الأسابيع 3 الماضية، وأصبح 7 مليارات متر مكعب كما هو واضح من الأقمار الصناعية يوم 4 إبريل الماضي. وتوقف التوربين الذي تم تشغيله 20 فبراير الماضي للمرة الثانية على التوالي خلال 5 أيام، وانتظام تصريف المياه من خلال إحدى فتحتي التصريف بحوالي 30 مليون متر مكعب يوميا من خلال بحيرة تانا وبعض الروافد الجانبية في حوض النيل الأزرق. وتابع أستاذ الموارد المائية رفع الممر الأوسط 255 متر والجانبين 835 متر يحتاج حوالي 65 ألف متر مكعب خرسان لكل متر ارتفاع، حيث يتبقى على بداية موسم الأمطار أقل من 3 أشهر. فهل تستطيع إثيوبيا رفع 20 متر أي يعني 1.3 مليون متر مكعب خلال المدة المتبقية للوصول إلى إجمالي تخزين 18.5 مليار متر مكعب، علما بأنها وضعت العام الماضي أقل من 15 ألف متر مكعب خرسانة خلال 3 أشهر 15 إبريل ل 18 يوليو 21، وده بيشكل حوالي 1.2% من المطلوب هذا العام. التخزين الثالث لن يكتمل كما حدث في الثاني، وتظل كل هذه الخطوات مرفوضة من مصر والسودان حتى ولو كان التخزين القادم 1 مليار متر مكعب، وحتى إذا لم يضر مصر والسودان. القصة هنا في إن أبي أحمد يعني لا يلتفت للقوانين الدولية. القوانين الدولية تقول أنه يعني يجب على الدول التي تريد أن تقيم السدود وأن تبني السدود إنها ترجع لباقي الدول المشاطئة للنهر وأخذ رأي الدول المشاطئة للنهر في بناء هذا السد، وخصوصا إذا كانت هذه الدول دول مصب. وطبعا أبي أحمد يعني ولا كأن هذا قانون موجود وعمل اللي في دماغه بالمعنى البلدي. المصدر معانا كان من صحيفة المصر اليوم، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر مؤسف وعاجل، توقيف شخص طعن كاهنا في الإسكندرية. وأوقفت الأجهزة الأمنية المصرية شخصا طعن كاهن كنيسة على طريق الكورنيش شرق الإسكندرية أمام بوابة شاطئ أبو هيف.
ونقل موقع القاهرة 24 عن مصدر كنسي أنه تم نقل الكاهن أرسنيوس إلى مستشفى الجيش بمنطقة مصطفى كامل وسط الإسكندرية. ونقل الموقع عن شاهد من سكان شارع محمد نجيب أن الواقعة حدثت أثناء خروج الكاهن من الشاطئ رفقة مجموعة من الشبان، وكانوا في رحلة ترفيهية للشاطئ، وكان الكاهن متجها إلى حافلة نقل سياحي. وأضاف الشاهد أن الكاهن فوجئ بتعدي الشخص عليه، وأوضح الشاهد أن سائق الحافلة حاول إنقاذه فتوجه إليه الشخص ليطعنه، إلا أنه استطاع الإمساك به والتحفظ عليه حتى حضرت الشرطة. وأضاف الشاهد أن المتهم تبدو عليه علامات المرض النفسي، إذ أنه ظل يصرخ ويتفوه بكلمات وأفعال غير متزنة. المصدر معنا كان من القاهرة 24، وكل تعاذينا للإخوة المسيحيين. طبعا مش عاوز أقول الإخوة الأقباط، لأن إحنا كلنا أقباط مسلمين ومسيحيين. الأقباط يعني المصريين، فتعاذينا لإخواتنا المسيحيين، يعني ربنا يعزيهم إن شاء الله. وطبعا ننتظر بيان النيابة العامة عن الحالة النفسية لهذا الشخص، وإذا كان سليم عقليا يعني نطلب من القضاء أقصى عقوبة على هذا الشخص. وطبعا حضراتكم عارفين إيه هي أقصى عقوبة. أترك لكم التعليق، والمصدر معنا كان من القاهرة 24، ومرة أخرى تعازينا لإخواتنا المسيحيين. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وبيان عاجل من الداخلية وتحرك فوري بعد فيديو أثار جدلا واسعا في مصر. كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات نشر مقطع فيديو على فيسبوك تضمن قيام بعض الأشخاص بإلقاء أكياس ممتلئة بالمياه على قائدي سيارات. كانت أجهزة الأمن رصدت نشر مقطع فيديو على السوشيال ميديا تضمن قيام بعض الأشخاص بإلقاء أكياس ممتلئة بالمياه على قائدي سيارات بحي الزهور بمحافظة بورسعيد. بالفحص توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عدد 5 أشخاص مقيمون بدائرة قسم شرطة الزهور ببورسعيد. بعد تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد المزاح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. المصدر معنا كان من صحيفة مصراوي. كان من قيمة يومين بالظبط تم نشر فيديو على السوشيال ميديا بيظهر عدد من الأشخاص بيعملوا إيه؟ بيملوا كياس مية ويرموها على العربيات اللي ماشية في الشارع. طبعا يعني ممكن مع كيس مليان مية يتحدف على زجاج سيارة، ممكن شخص يعمل حادثة بكل بساطة. الحمد لله إن هي جت سليمة. وهذا كان بيان الداخلية عن الفيديو المنشور المتعلق ب الشباب اللي عملوا المشكلة دي. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وفي مفاجأة كبرى دول الخليج قد تضخ مبالغ ضخمة في مصر. اعتبر أعضاء اتحاد الصناعات المصرية أن الدعم الخليجي بضخ 22 مليار دولار مرتقبة في خزائن البنك المركزي المصري سيعيد انتعاش الاقتصاد المصري مرة أخرى. وأوضح المصنعين أعضاء اتحاد الصناعات أنه خلال الفترة الأخيرة وضعت البنوك قيودا صارمة بتوجيهات من البنك المركزي على منح السيولة الدولارية للشركات من أجل الاستيراد في ظل انخفاض الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي، مما أدى لتراجع في الإنتاج الصناعي خلال الشهر الماضي. ويشير المصنعون إلى أن فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد يتم بشكل فوري للأدوية والمنتجات الغذائية، لكن يواجه عوائق صعبة ورفض شديد بالنسبة لكافة الصناعات الأخرى. ويرى المصنعين أن مصر على موعد مع تعافي سريع من هذه المخاوف بعد أن خصص الخليجيين 22 مليار دولار في صورة استثمارات وتمويلات لمصر، والتي تم الإعلان عن معظمها مؤخرا. حسب البيانات الرسمية تراجع صافي الأصول الأجنبية المصرية بشكل حاد في فبراير الماضي للشهر الخامس على التوالي، إذ انخفض بمقدار 60 مليار جنيه ليتحول إلى سالب 50.3 مليار جنيه. كان صافي الأصول الأجنبية في نهاية سبتمبر الماضي 186.3 مليار جنيه، قبل ما ينزل للمستوى السالب الذي يراه الخبراء أنه أمر طبيعي وحدث في 2016، في حين دفع نقص العملة الأجنبية البنك المركزي المصري إلى خفض قيمة الجنيه بنحو 14% في 21 مارس الماضي، وتم رفع الفائدة 1% في ذلك اليوم. بحسب وكالة أنباء السعودية، أودعت المملكة العربية السعودية 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري،
وجاء القرار تأكيدا على العلاقات الثنائية القوية بين البلدين وجهود الرياض لمواصلة دعم مصر. كما وقع صندوق مصر السيادي اتفاقية مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي بشأن استثمار الصندوق السيادي السعودي في مصر، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة اتخاذ إجراءات سريعة لجذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار بالتعاون بين الصندوقين في مختلف القطاعات، ذكر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في بيان مؤخرا. كما تلقت مصر المزيد من الدعم من دول الخليج، وأعلنت قطر عزمها استثمار 5 مليارات دولار في مصر خلال الفترة المقبلة. كما تستعد شركة ADQ الحكومية الإماراتية صندوق أبو ظبي السيادي لاستحواذ على حصص من عدة شركات مدرجة في البورصة المصرية، وهذه الحصص قد تشمل 18% من البنك التجاري الدولي وحصص غير محددة من شركات فوري وبوئير للأسمدة وموبكو والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع وفق تقارير صحفية. المصدر معانا كان من القاهرة 24. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وفي خبر عاجل ارتفاع أسعار الدولار واليورو، وارتفعت أسعار الدولار الأمريكي وعدد آخر من أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك الأهلي وأيضا بنك مصر خلال نشرات أسعار الصرف. وإلى جانب الدولار ارتفعت أسعار اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني والدينار الكويتي والريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار البحريني والدينار القطري. وانخفضت أسعار الدولار الكندي والدولار الأسترالي خلال تعاملات في البنك الأهلي وبنك مصر. سعر الدولار في الشراء وصل ل 18 جنيه 26 قرش، والبيع 18 جنيه 36 قرش. في البنك الأهلي وصل سعر اليورو ل 19 جنيه 84 قرش، وسعر البيع 20 جنيه. جنيه الإسترليني سعر الشراء 23 جنيه 85 قرش، وسعر البيع 24 جنيه و6 قروش. الدولار الكندي وصل 14 جنيه 52 قرش، وسعر البيع 14 جنيه 64 قرش. الدينار الكويتي وصل 57 جنيه 65 قرش، سعر شراء وسعر بيع 60 جنيه 26 قرش. المصدر معانا كان من صحيفة المصري اليوم، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار البسيطة، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم. كان معكم إسلام الأمير وأبانوب خلفاوي المسؤول عن المونتاج، تحية طيبة لي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.